في كل عام من 20 نيسان تقيم محافظة نينوى احتفالية بمهرجان الربيع، وحسب توجيهات السيد المحافظ والسيد النائب الفني للمحافظة بأن تكون الاحتفاليات في مراكز الأقضية والنواحي، أقمنا احتفالية في هذا اليوم بهذه المناسبة، وهذا يدل بأن العراق في عافية مستمرة إن شاء الله، وحضور المثقفين وحضور الأدباء وحضور كان حضور واسع لقسم تربية تلافر النشاط التربوي لمعهد الفنون الجميلة، كذلك الحضور للشعراء والأدباء. طبعا وضعنا اللبنة الأولى في هذا القضاء لهذه الاحتفالية الأولى في القضاء، ونعاهد أهلنا في مدينة تلافر إن شاء الله ستكون الاحتفالية في العام القادم إن شاء الله على سفوح قلعة تلافر إن شاء الله. حضرنا هذا اليوم في احتفالية قضاء تلعفر، والتي ضم العديد من الفعاليات، منها الرسم ومنها أيضا فعاليات للطالبات ومسرحيات جميلة وأشعار لشعراء تلعفر. نتمنى أن تستمر هذه المبادرة في الأعوام القادمة وتكون أكثر تطورا وأكثر تقدما. أقيم اليوم في قضاء تلعفر مدينة الشهداء مهرجان الربيع، والذي يقام لأول مرة على قاعة منتدى الشباب والرياضة. لبينا دعوة السيد قائم مقام تلعفر بمشاركتنا في هذا المهرجان، وكان لنا الشرف أن نشارك في هذا المهرجان بلوحات من أعمال الطالبات والأساتذة. الحمد لله مهرجان كان ممتع رائع، يشمل جميع الفئات، يشمل جميع العروض من مسيرات وقصائد شعرية ومسرحية ولوحات فنية ومعرض للكتاب.